سياسيا، ترأس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر حفل تنصيب المكاتب والمجالس الفرعية للحركة في كل من بلدتي أبكاري وبيره، حيث جرت المناسبة بحضور عدد كبير من سكان المنطقة. تفاصيل أوفى مع فاطمة داود الحامر. بهدف تفعيل المجالس الفرعية للحركة الوطنية للإنقاذ في مختلف أقاليم البلاد، فقد ترأس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر حفل تنصيب المكاتب الفرعية والمجالس الإقليمية للحركة بمنطقة أبكر التابعة لمحافظة وارا بإقليم والداي. ففي الكلمة الترحيبية التي ألقاها حسن أحمد، رحب بالحضور والوفد الزائر إلى تكبدهم المشاق وحضورهم للمشاركة في هذه المناسبة. وبعد ذلك قام الأمين التنفيذي الجديد عبد الرحيم أحمد آدم بتنصيب أعضاء المكاتب والمجالس الفرعية بمنطقة أبكر، وقدم خطابا للحضور دعاهم من خلاله إلى التعايش السلمي والسلام وإرساء دعائم الترابط الاجتماعي ومضاعفة الجهود في تعزيز قواعد الحركة الوطنية للإنقاذ بالمنطقة. ثم توجه الوفد إلى محافظة أبدي وقاموا بنفس الخطوات السابقة، ونصبوا من خلالها الأمين التنفيذي الجديد لمنطقة أبدي وبييري. ومن ثم تداخل عباس عبد الكريم بدر الذي أثنى على المكتب الجديد للمجلس، حيث يضم المكتب 19 عضوا من بينهم 3 امرأة برئاسة الزبير أحمد حامد. أمين المجلس الإقليمي عبد الرحيم أحمد آدم ألقى كلمة أوضح من خلالها بأنه لا خيار من السلام والمحبة والتعايش السلمي بين أبناء المنطقة،